شكرا خليلي. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. تتعدد مشاكل الشعر في الصيف، وكلنا نحاول نلاقي حلول سريعة سواء لتقصف الشعر أو جفافه، وكمان كثرة تساقطه، ونحتار في اختيار العلاجات المناسبة سواء الطبيعية أو التجميلية، خاصة أنه معروف أن الشمس هي العدو الأول للشعر خلال الصيف لأنها تتسبب في تجفيفه. وإذا كان الشعر ملون فالمشكلة أكثر صعوبة، لأن الشعر الملون يفقد مواد الحماية الطبيعية الخاصة به. خلونا نشوف هذا الكليب ونرجع نتكلم. طبعا قبل ما نرحب بضيفنا، خلونا نشوف ايش ابرز الاسئله والاستفسارات حول هذا الموضوع. لنتكلم بشكل مفصل عن كل الحلول العلاجية والتجميلية لمشاكل الشعر في الصيف. يسعدني يكون معي دكتور وسام عضادة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. دكتور، يمكن السؤال الأول اللي بيجي على بال كل مشاهد وكل واحد في فصل الصيف، كيف أتعامل مع شعري في هذا الحر؟ وشو هي الاحتياجات والروتين اليومي المناسب؟ صحيح. هلا نحن بدنا نوضح بعض الاشياء عشان ما نضيع الموضوع والاشخاص يتطرقوا لكثير تساؤلات. بشهر الصيف عندنا شغله انه الحراره الشمس اللي هي بتاذي الشعر. طبعا الحراره لما تاذي الشعر بصير عندنا نوع من الجفاف، بس من شخص لشخص بتختلف. ليش بنقول هيك؟ بنقول عشان في بعض الاشخاص صحتهم كثير منيحه، بيتحملوا الحرارة، بيتحملوا الشمس، فبصيروا يفرزوا خلينا نقول أويلز أو دهون أكثر ليعملوا نوع من الحماية. بس نحن الوري تاعتنا أو الاهتمام أكثر بالأشخاص اللي عندهم تساقط شعر، واللي عندهم تساقط شعر مدمن بوقت الصيف ضروري هن يهتموا وينتبهوا ويراجعوا الأخصائيين عشان يعرفوا إن كان عندهم مشاكل بالفيتامينات اللي كثير مهمة، اللي هي أشياء داخلية، أو عندهم خلينا نقول نقص بالحديد أو بالمينرالز أو تقلبات بالهرمونات اللي هي ممكن تصير وقت الصيف وتأثر على شعرهم كثير. وطبعا بده يشوفوا الأشياء الخارجية، الأشياء الخارجية يعملوا حماية. كيف نعمل حماية للشعر وقت الصيف؟ طبعا بنروح على البحر أو بنعمل شيء ممكن هذا يكون يؤذي الفايبر تاع الشعر اللي بنشوفه لما يكون عندنا اكستنشن نحن من الشعرة. هذا الفايبر بيصير مثل خلايا ميتة لما يكون فوق الشعر، فوق الجلد. فهذه الخلايا ممكن بيعاني من جفاف وتقصف. جفاف صحيح كبير في هذا المرحلة. بدنا نوضح ليش انه بيعاني من جفاف وتقصف. ففي الأشياء الداخلية والأشياء الخارجية. الخلايا لما يكبروا بيصيروا خلايا ميتة، فما عندهم او نحيفة او ما عندهم قابلية انه هذا يتجدد، الخلايا تتجدد. فنحن لما نعرضهم لحرارة كثير عالية او لشمس قوية او لأكسيدنس يعني نوع من السموم الموجودة بيتغيروا ما بيتجددوا. فنحن قبل ما يصير هالشغلة علينا انه نحن نحمي الشعرة. كيف بنحميها؟ بالترطيب. ترطيب من خلال اختياري مثلا للشامبو والكونديشنر او زيوت او مواد ثانيه، زيوت مثل الجوجوبو اويل، مثل الارغان اويل، مثل الروزماري اللي بيساعد كمان بانعاش الفروه، الكوكونات بننتبه بالصيف بيمشي حاله عشان عنده لو ميلتينج بوينت او درجه الحراره بدها تكون عاليه حتى يقدر يشتغل الكوكونات اويل. جميل. وبصير ما بنعمله كل اسبوع، بنعمله مرتين بالشهر اذا بدنا، واذا بالصيف حسينا انه شعرنا كثير عم يجف فينا نستعمله اكثر. بالشتاء ما بننصح فيه، ننصح أكثر يروح على الأرغان أويل والجوجوبا أويل. نعم. طبعا الأشياء الداخلية لما نحكي عنها هي الأشياء هرمونية، هرموناتنا بيتغيروا بوقت الفاكيشن، بصير عنا بعض الأشياء ممكن نكون مرتاحين أكثر، ممكن بعض الأشخاص اللي عندهم تساقط شعر إذا مرتاحين أكثر يعني شعرنا أحلى. شعرنا أحلى صح، بصير شعرنا أحلى. بس نفس الوقت إذا عنا تساقط مدمن بدنا ننتبه إنه نحن نكون عم ناخذ العلاجات، يكون كومبلاينت يعني يكون عم نتجاوب مع العلاجات. بعض الأشخاص بس يروحوا على الفاكيشن بينسوا كل شيء. طيب دكتور، إذا كانت ربما العلاجات الطبيعية لا تفي بالغرض، شو هي العلاجات التجميلية المناسبة اللي ممكن نعتمدها في فصل الصيف؟ أوكي. فإذا نحن حسينا بتساقط شعر أو بتكسر بالشعر أو بتغيير بنوعية الشعر، علينا أول شيء نعمله هو فحص الدم.
فحص الدم او التحليل المخبري بتساعدنا انه نحن نفهم هرموناتنا وين صارت، هل هي عم تصير خفيفه جدا او عم تتلخبط، عم يطلع عنا الاندروجينز عند النساء ويقل الهرمون الانثوي. اذا قل الهرمون الانثوي بيصير عنا عدم حمايه على الشعره، بيصير عدم تحفيز بال خلينا نقول الاويلز او الدهون او الزيوت الموجوده بالفروه اللي هي طبيعيه بتطلع من الفروه اللي بتحمي الشعره، بتصير بتخف. نعم. فتحليل الدم بتساعدونا انه نحن نفهم، او تحليل المخبري. طبعا الاشياء الثانية اذا نحن عندنا فقر دم وما عم نعالجه كمان ممكن ياثر. طيب دكتور، بي ار بي ولا خلايا جذعيه شو الانسب؟ طبعا حسب الحاله، معظم الحالات نحن بننصح انه اذا عاملين خلايا جذعيه نرجع ننشطهم ببلازما، عشان اثبتت انه البلازما ممكن تنشط الخلايا الجذعيه. واذا حالتها بتساعد أوكي. في الترطيب؟ بتساعد بالترطيب، البي ار بي ممكن بتساعد انه تعطي جروث فاكتور وبتجديد الفروه. طيب الرجل ما فينا ننساه، خاصه أكيد. فصل الصيف هم اغلبهم يعني بيلجأوا للحلاقه، الشعر بيتغير بشكل صحيح. تلقائي، هل يحتاج نفس العلاجات ولا يختلف الأمر؟ لا طبعا الرجل هو بيختلف شوي عند الامرأة. إذا عنده وراثي بيكون عنده الهرمون الذكري كتير عالي، ممكن يضرب بالشعر. الشمس ممكن تزيد أو الحرارة ممكن تزيد على الشغلة، فعلينا أنه نلبس كاب أوكي، ونأكل بالأشياء الصحية مثل نروح على الخضار وننتبه على الفيتامينات تاعونا حتى نخفف. نعم. طب آخر شيء، شو الأشياء اللي يجب تفاديها ومضرة جدا بالشعر فصل الصيف؟ اللي بدنا ننتبه عليه انه نحن تو كيب هايدريتد، يعني نضلنا نشرب الماء بطريقه كويسه، ما بس نشرب الماء، ناكل الخضار، ناكل الاشياء اللي هي بتخلي جسمنا تو بي هايدريتد، وما ننسى الفيتامينز، الفيتامينز لما اي فيتامين بالتحديد بي 6 بي 12 صحيح، الفيتامين اي والدي والاي والسي والبي 12 والبي 7 كلهم مهمين، كلهم عنده وظائف بيحموا الشعر وبيحموا جسمنا. أكيد. من المهم كمان الفيتامين دي اللي نحن ممكن ناخذه، بس طبعا بدنا ننتبه من انه يصير عندنا اي نوع من الامراض، فبدنا نلبس واقي شمس والاشياء الثانيه. تحاليل قبل اخذ اي يعني صحيح. مكملات غذائيه صحيح. صحيح. بس بدي اقول لهم بس نقطه وحده، انه نحن اذا بنحس حالنا تعبانين ومحتاجين فينا ناخذ مولتي فيتامين بين ما نعمل هالتحاليل هيدي. نعم. يعطيك الف عافيه دكتور وسام، شكرا جزيلا لك. شكرا. طبعا ارجع لك هاني لحتى نكفي باقي فقرات برنامج. شكرا لك. عرف.